الكلام الآن عن المشايخ شيوخ شيوخي في المدينة على قسمين، على قسمين، قسم هم شيوخ الملازمة لأخذ الفنون من المتون، وهؤلاء كلهم شناقطة. بل أقول الحمد لله من نوادي العلماء شنقيط الذين نزحوا إلى المشرق هنا، بدءا من الأمين، هذا أول، ثم محمد المختار، والد الشيخ المختار، أيوه والده، والده محمد النسائي. المختار ابن أحمد مزيد الرشيدي الجكني الشنقيطي، يا سلام ما شاء الله، هذا الثاني. هذا لازم تو 10 سنين ما شاء الله. ومن الفوائد التي وجدتها عنده وهو من شيوخ الملازمة، قرأت عليه في المصطلح، وهو يعتبر يعني من المحدثين، كان مع شيخنا حماد في وقتهما يعتبران من علماء الحديث أو يعرفان الحديث في المدينة، كانوا مع بعضها في وقت واحد. فقرأت عليه طلعت الأنوار في مصطلح الحديث ما شاء الله لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي صاحب مراقب سعود، هذا في الاصطلاح، علم الاصطلاح. فاستفادة الشيخ المختار من جهة الحديث أضخر وأقوى، أضخر كذا. واستمعت إليه وقرأت عليه مخرج رقمي، لكن ما نهيته إلى باب الزكاة حاكمة فتوفي. وكان الشيخ رحمه الله في شرحه للمختصر لي، كان يشرح المختصر شرح حديث أو شرح محدث، ما يذكره من الأحكام أو ما يذكره من الأحاديث لمسائل خليل، يذكر هذه الأحاديث ما شاء الله، يعني يميل للحديث أكثر، يعني يشرح بالحديث هو حاجة. لا يشرح شرح المتأخرين الفقهاء المالكية فقط كما تجد هذا في الشيخ الأخير أحمد. فكان الشيخ المختار يشرح شرحا حديثيا أي بالأدلة، حصل إذا حضر شيء من هذا يشرحه به، ولا يدخل في تفاصيل أخرى كذا كما عليه المتأخرون من شراح خليل. فقرأت عليه خليل إذا الزكاة وتوفي، وقرأ واستمعت عليه كثيرا، أو استمعت عليه كتب السنة، بعض كتب السنة أو كتب السنة، لكن مثلا استمعت عليه كتاب شرح كتاب الترغيب والترهيب، لكن هذا ليس كله، وكذلك صحيح مسلم، وكذلك صحيح البخاري، وهذان الكتابان كان يقرئهما أو يشرحهما في المسجد النبوي في رمضان كثيرا بعد العصر ما شاء الله. وكنت أحضر تفسيره أيضا في المسجد النبوي هذا بعد الفجر، كنت استمع هكذا. وقرأت عليه في الألفية أيضا، شرح لي أو الجزء الثالث من شرح الأشموني للألفية ما شاء الله، الجزء الثالث منه، الجزء الثالث شرح لي هذا أو قرأت هذا عليه، رأيت. وكذلك من الكتب السنة الصحيح الجامع الصحيح للترمذي، وهذا جميعه شرح، استمع لي كذا إلا إذا غبت. هذا معناه الشيخ يدرس من الفجر إلى بعد العشاء. أي نعم، ها كان كذا. نعم سبحان الله. إذا درس الصباح وانصرف يأتي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، ثم نقص. نعم. كبر الصلاة. نعم. وهذا نادر شيخنا. نادر سبحان الله الآن شيخنا. رحمه الله. لأن بعض الناس يدرس يوم مرة في اليوم ويقولون هذا عنده همة عالية. مرة واحدة ساعة فقط في اليوم. نعم. هذا إن كان وبعضهم يدرس مرتين في الأسبوع يقولوا ما شاء الله نشيط. الهمة متختلفة. سبحان الله المستعان. وهكذا. طيب. فهو على كل حال هذا مما وكان وجدته يشرح شرح النسائي. ووصلت إلى المدينة وهو يشرح النسائي، وكان يشرحه وكان بطيئا في شرح النسائي، حتى قلت له يوما كان
إذا انتهى من شرح جزء أو شيء من النسائي ووجد فرصة يقول لي اقرأ لي يا عبد الرحمن هذا اللي كتبته، اقرأ لي يسمع بعدما انتهى من كتابته كذا، فأقرأ لي يسمع هكذا وهكذا. فقلت له يوما متى تنتهي من شرح هذا الكتاب؟ قال يا فلان يا عبد الرحمن أنا أؤلف ما استطعت أن أؤلفه ورأه الناس أو وجدوه انتفعوا بما وضعته، وما لم أستطع أن أشرحه فهذا لست مطالبا بها. المهم يشرح شرح صحيح، هذا هو. أي نعم، يستفيد الناس، يستفيد الناس. سبحان الله، هذا من أخلاق الشيخ وكذلك من أخلاقه بالنسبة لهذا الشرح الكتاب. أن بعض أصحابه من الكبار في السن كان يأتي في درسنا في المسجد النبوي، هو كبير في السن بس بالشيخ يعرفه كذا، لكن لم يكن من الطلبة لكن كان المحبين للعلم. فقال للشيخ يوما بعد المغرب يا شيخ ما رأينا لك تعليفا، ما عندك تعليف؟ فقال له الشيخ رحمه الله ماذا تفعل بتعليفي؟ قال أستفيد منه. فقال له الشيخ تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. تستفيد؟ قال نعم. فقال أنا أسألك هل عندك فتح الباري؟ قال نعم عندك فتح الباري. قال عندي فتح الباري. عندك جامع البيان عن تأويل آية القرآن من الجرير الطبري؟ قال نعم. قال هل قرأت هذه واستفدت منها؟ قال لا. قال لا هذا ما يصلح، اقرأ هذه أولا إذا استفدت منها ثم تسأل ما ألفت. يعني كيف تبحث عن المتأخرين وأنت لم تقرأ للمتقدمين؟ على كل هذا والله هكذا وعندك هذا الكتب. فسكت ذاك الشيخ ثم قال له بعد ذلك قال له الشيخ المختار أنا أبشرك كما تريد أنا الآن أشرح سنن النسائي بعد كل هذا. نعم. هذا من أخلاقه، كان يحب أن يخلص على كل حال في عمله.